وبالسلامة إن شاء الله ما بقاش فيه إصابات بالحجم ده تاني. سعد سمير وأزارو ومحمد محمود شاركوا في المران الجماعي الفريق النهاردة، وكمان هم كان ليهم مران بعد كده أكتر شوية علشان يعني يدخلوا في الحالة الفنية والبدنية المطلوبة. كان في تقسيمة قوية جدا في مران الأهلي النهاردة، وفايلر كان بيوقف التقسيمة عشان يصحح الأخطاء. قلت لكم إن فايلر حاطط رجله في الملعب على طول، دماغه مع اللعيبة على طول، دايما بيصحح أخطاء، وده مطلوب مهما كان الفريق، برشلونة ريال مدريد أي فريق كبير جدا، لازم المدرب دايما يوقف اللعب ويصحح أخطاء اللاعبين حسب ما هو شايف التمركز والأوضاع الدفاعية، الأوضاع الهجومية، الحالات الفردية، الواحد ضد واحد، المجموعات الدفاعية، المجموعات الهجومية، أيا كان الشكل لازم يوقف كتير ويصحح كتير جدا، ده المدرب الشاطر. كان في فقره بدنيه في الاول، مش هنقول مطوله لان النهارده يوم الاربع خلاص والماتش السبت، فقره بدنيه خدت الهدف المرجو منها. بعد كده كان في تقسيمه اللي انا بكلم حضراتكم عليها، واللي فايلر وقفها كتير جدا لتصويب الاخطاء، كمان اكد على سرعه نقل الكرات. قلت لكم كمان ان ازارو وسعد سمير محمد محمود شاركوا في المران، الف سلامه وان شاء الله يبقى رجوع مبشر باذن الله. كمان حراس النادي الاهلي شريف اكرامي الشناوي على لطفي واحمد طارق، ومعاهم كمان مصطفى شوبير اللي كل الناس اثنت على ادائه في مباراه الاهلي والزمالك في 100 عقبه، واللي الزمالك خسر 3 اهداف على ارضه، كان لمصطفى شوبير دور كبير قوي في هذه المباراه. طيب يلا طمنكم كالعاده على مران فريق من خلال زميلي العزيز المتالق دائما شريف شعبان. مساء الفل عليك يا شريف. مساء الفل عليك يا كابتن ميدو، تحياتي ليكوا وتحياتي لكل مشجعي قناه النادي الاهلي، وحشنا يا كابتن ميدو. ايه الاخبار؟ طمنا على المران، يعني وصف لنا بقى المران كالعاده، بنشوف المران من كلامك. خليني اقول لك يا كابتن ميدو ان الاهلي بعد اجازه لمده 24 ساعه استعدنا طبعا لمباراه كان سبورت بطل فريق غينيا وبطل دوله غينيا يوم السبت باذن الله في برج العرب. اتمنى باذن الله التوفيق للنادي الاهلي ويكون الفوز من حليف النادي الاهلي. يمكن كان التصفيق هو اللي استقطب لاعبي النادي الاهلي من اعضاء النادي الاهلي، التصفيق والهتافات للاعبي النادي الاهلي، هم ابطال السوبر، هم افريقيا يا اهلي. يمكن لقد قبول كبير من لاعبي النادي الاهلي وتفاعلوا مع اعضاء النادي الاهلي اللي كانوا حاضره ومتابعه التمرين. خليني اقول لك ان بعد الهتافات كان في محاضره مثل فايلر مع اللاعبين حوالي 5 دقائق اتكلم فيها عن اهميه اللقاء كان سبورت، عن التركيز في هذا اللقاء، التركيز فقط في افريقيا وعدم الالتفات الى المعترك المحلي افريقيا ثم افريقيا. لازم نفنش المباراه بشكل كويس، لازم يكون ادائنا في شكل كويس، لازم نجيب هدف بدري. فريق ثاني مش هيبقى فريق سهل زي المواجهه الاولى، فريق كان بيلعب في ملعبه مضغوط في وسط جماهيره، الوضع اختلف، اتفرج على لعيبه النادي الاهلي صراحه النادي الاهلي راحت عندهم، فلازم النادي الاهلي ما يستهترش بالخصم ويبدا الجيم من اول دقيقه يبحث عن احراز الهدف الاول وتصعيد المباراه على فريق كانو سبورت. يمكن بعد هذه المحاضره اشتغل باقي الجهاز مع مستر فايلر على الترتيبات البدنيه. الخبر المفرح كان نزول ازارو، كان نزول محمد محمود، كان نزول سعد سمير الى التمرينات، ايضا ياسر ابراهيم شارك في التمرينات. يمكن التمرينه قويه جدا، تدريبات بدنيه ثم دوائر في الكره ثم اختتمها مستر فايلر بتقسيمه. يمكن خليني اقول لك ان ازارو يمكن شارك في اخر جزء من التقسيمه، ولكن محمد محمود وسعد سمير اختفوا طوال التمرين. هم طبعا التمرين حوالي كان حوالي ساعه ونص او ساعه 35 دقيقه بالتحديد، يمكن اكتفوا طوال التمرين مع اللاعبين اللي قدموا مباراه سموحه الاخيره، ويمكن قدموا معاهم التمرين بالكامل، ولكن طبعا حمل التكتيك بالنسبه لهم كان اخف او كان اقل من المجموعه اللي اخذت حمل عالي النهارده. خليني اقول لك كمان على الجانب الاخر ان حراسه المرمى الشناوي شريف اكرامي علي لطفي مصطفى شوبير الواعد الصاعد احمد طارق الواعد الصاعد، 5 حراس يمكن تمرينه ولا اروع ولا اقوى، تمرينه قويه جدا مع مدرب الحراس تعلق فيها الخمس حراس، خمس حراس كتير جدا في التمرين، ولكن يمكن عز النادي الاهلي صناعه اجيال لحراسه المرمى للنادي الاهلي وبالتالي تصدير حراسه المرمى للمنتخبات. كابتن سيد عبد الحفيظ يمكن مثالي موضوع طلب النادي الاهلي نقل مباراه الانتاج الحربي اللي هتكون بعد مباراه كان سبورت الى برج العرب. الراجل نفى الكلام ده، ما فيش الكلام ده خالص، احنا باذن الله هنلعب مباراه كان سبورت في برج العرب يوم السبت، وهنرجع القاهره عشان نستعد لمباراه الانتاج الحربي في دوري استاد السلام. خليني اقول لك ان مروان محسن يمكن الفتره القادمه هيرتدي باذن الله القناع، بعد 3 أو 4 اسابيع كتير باذن الله هيرتدي القناع في
التمرينات، طبعا غاب عن التمرين محمود متولي، كريم ميدفيد يمكن، وطبعا مروان عشان خاطر الاصابات المختلفه. باذن الله نتكلم في شهر باذن الله يكون كل اصابات النادي الاهلي باذن الله، يمكن ما فيش اصابات في النادي الاهلي. على الجانب الاخر او في نهايه التمرين كان حريص مستر فايرر ان ينفرد صلاح محسن هداف النادي الاهلي، تمرين تخصصي على الاجناب اوفرات وباصات في الارض وعالي عشان خاطر يقدر يفنش الكوره الهجمات اذا كان بالراس او بالقدم تالق فيها صلاح ويمكن وقف الشناوي. الراجل شكله مركز معاه عاوز يعمل حاجه من صلاح محسن، شايف ان صلاح محسن ممكن يكون بيهدر بعض الفرص. فالنهارده اشتغل معاه تخصصي بعد انتهاء التمرين حوالي نصف ساعه، المدرب اللي عنده التحديد نصف ساعه بالتحديد مع صلاح محسن علشان خاطر يفنش على الجول بشكل احسن، يفنش على الجول بشكل ادق. وصلاح تالق في هذه التمرين في اجواء النهارده. كابتن ميدو عندك اي استفسار ولا معاك؟ والله يا شريف انا كان نفسي بس انت ما تدينيش فرصه اسالك على حاجه بصراحه. ده انا اشرف لك يا كابتن ميدو. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا دايما متالق كالعاده شريف شعبان زميلي العزيز اللي بيغطي يعني التمرين على احسن ما يكون بصراحه. كل